إذن من مقالات اليوم رح ننتقل اليوم لموضوع أساسي إحنا رح نسلط الضوء عليه صحيح. وهو موضوع دراسة حماية المستهلك عن تفاوت الأسعار أسعار سلع استهلاكية ما بين عمان الغربية وعمان الشرقية. والحديث عن هذا الموضوع بنضم معنا عبر الهاتف الزميل الصحفي سهم العبادي الناطق الإعلامي لجمعية حماية المستهلك. يسعد صباحك سيد سهم. صباح الخير إليك وللمشاهدين جميعا ولزميلنا العريف الأستاذ علي. الله يسعدك. الله يسعدك. سهم بداية تفاوت الأسعار بين شرق عمان وغرب عمان، برأيك هالأسباب هذا أمر طبيعي يعني، وشو الأسباب وراء هذا الموضوع وشو الحلول المتوفرة لديكم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا قامت جمعية حماية المستهلك بعمل دراسة علمية وممنهجة حول تفاوت الأسعار في الأردن بشكل عام. نعم. وكانت البداية في العاصمة عمان، وجاءت هذه الدراسة بناء ردا على ما تقدمت به صحيفة الإكونوميست البريطانية ونقلتها قناة الجزيرة قبل أيام حول أن الأردن الأغلى عربيا من حيث الأسعار. نعم. وخلال الدراسة التي ابتدأنا فيها في محافظة العاصمة توفرت لدينا كثير من البيانات على ضوئها، من ضمنها أن هنالك العديد من السلع التي أجرينا عليها الدراسة وهي سلع أساسية بحدود 44 سلعة. نعم. شملتها الدراسة أن 42 سلعة من هذه الدراسة تتفاوت الأسعار بنسب ما تتراوح ما بين 20 إلى 50%. يعني هاي سلع أساسية والفرق عم تحكي عن تفاوت أسعار كبير، يعني نسبة من 20 إلى 50%. بالضبط. نعم. بالإضافة أنه المصدر لجميع هذه السلع سواء في عمان الشرقية أو عمان الغربية هو نفس المصدر. نعم. ولكن كان من ضمن الأسباب اللي وجدناها خلال هذه الدراسة أن تفاوت الأسعار جاء لعدة عوامل، من ضمنها عامل الإيجارات في المحلات في هذه المناطق ارتفاعها. أيضاً بس هل هذا يعني بحق لهم أنهم يعكسوا هذا الارتفاع على المواطن وعلى السلع الأساسية؟ لا طبعا هو لا يحق لهم، لانه احنا يعني 42 سلعه تفاوتت الاسعار وسلعتان فقط هما اللي نرجع ناكد انه هاي سلع اساسيه. صح، سلع اساسيه. احنا نتحدث عن خضار، نتحدث عن رز، نتحدث عن سكر، نتحدث عن يعني السلع اللي تتداولها الاسره الاردنيه بشكل يومي. على هذه الدراسه وجدنا ان التفاوت يتراوح ما بين 20 إلى 50%. نعم. وغالبيتها التفاوت هذا يعتمد على العامل المزاجي في تحقيق أرباح من قبل بعض التجار. أيضا طبيعة القاطنين في مناطق عمان الغربية. نعم. يعني لا تتعدى نسبتهم من العاصمة عمان بحدود 20%، ولكن هناك تفاوت في الدخل، فالتعامل كان مع هؤلاء. نعم. المستهلكين على ضوء الدخل وليس على ضوء الأسعار الأساسية. طيب أستاذ سهم، خلينا ننتقل لموضوع آخر، واليوم جاء عنوان في صحيفة الرأي أن جمعية حماية المستهلك تؤكد أن سحب القواعد الفنية للأجبان والألبان هو إنجاز، ويعني طبعا هذا الموضوع يعني أنتم في الجمعية وأيضا مؤسسة المواصفات والمقاييس حذرت من هذه الألبان المهدرجة والتي تدخل فيها الزيوت المهدرجة، ما يعني ما تعليقك على هذا الموضوع؟ زميلنا علي، يعني بالنسبة لسحب القواعد الفنية هو بقى احنا اعتبرناه في حماية المستهلك، ويعتبر في كثير أيضا من الدول هو عبارة عن إنجاز لما تحمله هذه القواعد من مخاطر صحية على صحة المواطن. نعم. يعني أنا بحب أبسطها للمواطن، غالبية الأجبان المستوردة من الخارج تحتوي على هاتان القاعدتين الفنية، على هاتين القاعدتين الفنيتين. نعم. وهما يحملان بنفس الوقت مضار على صحة المواطن لما تبدو. نعم. من ضمنهم أن هذه الأجبان التي تحتوي على هذه القواعد تعمل على كثافة في الدم ولزوجة، ولذلك تسبب السكري، تسبب الضغط. نعم. تسبب النوبات القلبية لما يكون يعني لزوجة الدم عالية. نعم. فالقلب يكون يشتغل بطريقة أعلى من المعدل الطبيعي. نعم. وهذا ما يؤدي إلى الجلطات القلبية.
نعم، يعني بدنا نشكرك زميلنا ساهم العبادي، موضوع جدا مهم ألقينا الضوء عليه ووضحنا ووصلت أكيد الرسالة. نشكرك كمان على الدراسة اللي عملتوها في حماية المستهلك. إذن زميل صحفي ساهم العبادي الناطق الإعلامي لجمعية حماية المستهلك كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن سلطنا الضوء على موضوعين مهمين وهو تفاوت الأسعار بين شرق عمان وغرب عمان وبسلع أساسية زي ما تحدث سيد سهم العبادي، وأيضا موضوع دخول الزيوت المهدرجة في بعض منتجات الألبان والأجبان.